هما بس. هاي منطقة شباب البيض. هاي المدرسة ايش اللي يفعلون؟ هذه المدرسة مفلشة يعني صار لها وقت، وعلى اساس جابوا لها البناء الجاهز، ما كملوها لحد الان. ايه. زين هل يعني ليش هاي فيها ما عرفت؟ والله هاي عندها تربية عافوها وخلوها. هسه على ابن الاثير، هي هاي مدرسة ابن الاثير. قعدوهم مع متوسطة الوتبة. هي أنا بنفس المنطقة وهم أنا ساعة روحوا علي شوفوها. ما يتعذبون إلا تكون بالروحات الجاية. شلون يا أبو؟ شلون والله مبهدلين. لأن أيام شتاء وبرد و هاي إيش قصرها من حافو هاي المدرسة؟ هاي صار لها سنين. عايفينها. عايفينها نعم. التربية ما راجعت عليها ما راجعوا عليها. المنطقة ما بحاجتها؟ شلون ما بحاجتها؟ هسع مدرسة فوق مدرسة لأن ما عندهم هاي المدرسة ما مكملينها. ايش الطالب التربية المسؤولين؟ والله طالب التربية والمسؤولين يكملونها وينجزون عملها لأن بحاجة لها احنا. هاي مدرسة ابن الأثير. منطقة بين الطوافة والبدن. هي تابعة للبدن والطوافة باب البيض. هي هاي. من زمان كانت قبل بناء وهدوها على أساس يعني دي يبنوها، جابوا بناء جاهز وعافوها على عوفتاي كم سنة. حاول انهزها. والله ما حد يعرف، هي دحق، هي ما تنحزر. المقاول ولا الحكومة نفس الشيء. نفس الشيء، هسه تقضبها بالتربية، هاملين المدارس يعني عام، خليهم بس ملتهين، زيادة الرواتب، استلم الراتب مالته وراح هذا هو، ما يهتم لا للإدارة المدرسية لا أي شيء للطلبة. ماكو، هي بس على المناصب، هي كلها على المناصب. حتى المدرس يجي مبتدأ بعد توته يفكر إنه راح يريد يصير بعد أعلى. وما يفكر بمستقبل الطالب، بالبرد، يعني دحق عليه هاي الشوارع ستين، يجي الطالب من فوق ينزل جوا. وشوفوا هاي مدرسة الأخ على أساس رتبوها مخاضة إلى الركبة الصيان مالتها، جو على أساس سووا مالتها هاي المجرى الهينة وهم متروكة وعايفيها. والله هاي المدرسة منذ سنوات كانت يعني تتهدم وترجع تنبني، تتهدم وترجع تنبني، إلى أن جاء فترة احتلال داعش للموصل ودحق عليها مثل ما تشوف قدامك، حتى يعني ما تعرفها. وعموما ما بس بال يعني ما بس بهاي المنطقة، وإنما بالموصل كلها المدارس تشوفها مدمره ومهيكله وما حد يسال عليها اصلا. يعني بين كلمه مدرسه دي عامل لك مدرسه واحده، وهذا كله سبب الفساد. يعني المسؤول اول ما لازم يهتم بالمدارس وبالصحه. زين اذا العالم لا مدارس لا مستشفيات، وشيء ثاني الاهم هو انه هاي المرحله اللي كانت وقت داعش لما عبروا الطلاب او التلاميذ من الصف الثالث على السادس ومن الصف الرابع على السادس، زين هذا هسه تساله وتجيب طالب تسلم من هذول تقول له اربعه فيه خمسه ما يعرفش قد. خوش، وكله هذا عمليه يعني تدمير وسبب المسؤولين. زين اذا من البدايه للنهايه او من خلينا نقول من الاسفل للاعلى كلتهم يعني فساد فساد فساد.